قلت لابوكي انك انت موافقه. موافقه على ايه؟ ايه حبيبتي اللي مش عاجبك فيه؟ شكله وحش؟ بالعكس يا ماما ده زي القمر. لا ومش بس كده، سنه مناسب جدا لسنك، وجهه ومكانه اجتماعيه جميله جدا يا بنتي. بس انا مش عايزاه. مش عايزاه؟ مش عايزاه؟ انا اتخلقت منك يا هلا، انا مش عارفه اعمل معاكي ايه، انا مش عارفه. عالباب انا عالباب انا عالباب. ايه الجبن؟ انت فين؟ انا هنا. تعال. الاكل في المطبخ، انزل هيدوا لك اللي انت عايزه. انا جعان حاجه تانيه خالص. هلا قاعد. مش حمك خالص. انا ما كنتش برد عليك الفتره اللي فاتت دي لاني مش عايز اعرفك تاني. ليه؟ عشان كل مره بشوفك فيها بحبك اكتر، وانا مش عايزه كده. ليه؟ عشان بخاف من بكره ومش شايفاه وخايفه. هاني يا حبيبتي انت قافله عليكي ليه؟ عارفة قلبي كل ما يدق يدق لك انت بس. اخرج. مالك في ايه؟ مفيش حاجة. انت حرامي وانا هوديك في 60 داهية. بلغي الشرطة يا روح. طبعا تعرفوا منين؟ اكيد الولد ده حرامي او نصاب. انا هطلب الشرطه حالا يجوا يشيلوه من هنا. تعرفين منين يا بنت؟ ردي. تعرفين منين؟ طيب بلاش دي. دخل اوضه نومك ازاي وليه؟ دلوقتي كأنه مفيش أي حاجة حصلت، كأنك عمرك ما شفتيه قبل كده، بس عمرك ما هتقابليه ولا تعرفيه تاني. ده عشان مصلحته هو على فكرة. أنا عايز أضربك، عايز أكسر دماغك، بس أنا ما تعودتش على الأسلوب الفظيع ده. بس منين ورايح؟ أنا حبيبة أبوها وروح قلب أبوها انتهت خلاص. أنت بالنسبة لي انتهيتي تماما. مساء الخير يا فندم. مساء النور. تحبي تشربي ايه؟ واحد سحلب واحد برتقال. أنت فؤاد نظمي؟ إيه يا باشا؟ هتوب. خير يا فندم. خير يا فندم. باشا انا عملت حاجه. جوازك من عبد العليم قدامه حياه الواد ده. انا من ساعتها وانا صورة، مجرد حاجة حلوة موجودة في البيت، لعبة لما بيحتاج ليها بيلاقيها. من ساعتها وانا عندي احساس بان في جبال من التلج جوايا مش عايزة تدوب ابدا. كنت في منتهى قلة الذوق لما اكلمك تبصيلي. في الحقيقة هم اللي طلعوا في منتهى الذوق واحترموا صاحبة البيت. اوه سوري، اقصد مرات ابني، لأن حضرتك صاحبة البيت. أنتِ مش فاهمة حاجة ولا عمرك هتفهمي حاجة. كل حاجة لها أصول. الناس دي تشوف عندك في البيت لازم نتحملهم، ولينا مصالح معاهم لازم تحطي ده في الاعتبار. أنتِ فاهمة؟
هي هنا اللي عملتيه ده، كان لازم تمسكي نفسك شوية. وليه انا اللي على طول لازم امسك نفسي؟ انا عارف ان هما ناس ما عندهمش ذوق ومملين، بس انت عارفة ان القعدة معاهم ما كانتش عشان هما اصحابنا، ده شغل، شغل وبس، مصالح. وانا بقى زهقت من المصالح، ارجوك ما تقعدنيش في القعدات دي تاني. انا انت ليه مش معايا؟ ليه دايما بعيد؟ ليه دايما في حاجز بينك وبيني؟ واحساسي ده مش من النهارده، ده من اول يوم. الكلام ده مش مظبوط. لا مظبوط. انت كان في حد في حياتك. انت ازاي تقول لي حاجه زي كده؟ اولا انا ما اسمحلكش تقول لي حاجه زي دي، وبعدين ده اسمه تخريف اللي انت بتقوله. انا مش هرجع قبل العصر، هروح اشرب القهوه مع خالتك، واحتمال نروح النادي، حاسه عايزه امشي رجليا شويه. طيب حضرتك تحبي هانا تيجي معاكي؟ انا هاخد السواق معايا، مفيش داعي تتعب نفسك وتيجي تاخدني. زي ما تحبي. في واحد تحت عايز اقابل حضرتك، بس ما قالش على اسمي، بس مصمم يقابل حضرتك. هيعملوا فيك ايه؟ هيموتوك. اموت اموت فيها حاجه يعني؟ تعرف ان انا بفكر فيك طول اليوم، وانا بقول نهارنا زي الفل. ليه؟ انا متضايقه منك. ليه؟ انا عملت حاجه؟ ما هو مصيبه انك ما بتعملش، وانا مش هقدر اقول لهم اني بحبك غير لو كنت بتشتغل. سيبك منك، تعالي بس صحيح. قولي تشرب ايه؟ انا مش جاي اشرب حاجه. انا يعني